مجال الكهرباء مصر الحمد لله بتقطع خطوات كبيرة جدا في مجال مشروعات قومية مختلفة، في مجال الطاقة، في مجال الربط الكهربائي ما بيننا وما بين الدول الصديقة والدول المجاورة سواء كان السودان أو الأردن أو العراق. أيضا في الداخل المصري مجموعة من المشروعات تعالوا نستعرضها في سياق هذا الخبر. التقى أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر لاستعراض أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة تطور أداء المشروعات ذات البعد الاستراتيجي في قطاع الكهرباء. نص الخبر بيقول خلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء مشروعات الوزارة المدرجة في اللجنة، موضحا أن المشروع الأول هو التغذية الكهربائية لمشروعات جنوب الوادي شرق العوينات ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكا. كما تطرق شاكر أيضا إلى مشروع تأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، فضلا عن معدلات تنفيذ مشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع أيضا استعراض موقف تدعيم الربط الكهربائي مع السودان وكذا الربط الكهربائي المصري الأردني العراقي. طيب خلونا ناخد تفاصيل اكتر مع حضراتكم، ازاي الخطه الموضوعه خاصه يعني سيناء اللي احنا طبعا بنامل ان تتحقق كل الاحلام والطموحات الخاصه بالشعب السيناوي ان شاء الله، هناك ان تنمى سيناء بشكل يليق بهذه المنطقه العريقه التاريخيه. معنا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد جامعه السويس. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم يا فندم عن المجهودات والخطوات اللي تم يعني اتخذها في الفتره الماضيه. تنميه سيناء هي جزء لا يتجزا من تنميه الدوله المصريه، مهم جدا نتكلم عن الرؤيه الخاصه بسيناء وعن الخطوات اللي اتخذت في مجال الكهرباء بالتحديد والطاقه المتجدده. ايه اهم المشروعات اللي تمت في سيناء في هذا الموضوع؟ بداية مرحبا بحضرتك واستاذ المشاهدين في كل مجال. طبعا احنا نشوف احنا يمكن احنا بنحتفل في الايام ديت بالثوره بالعيد الثامن لثوره 30 من يونيو، وهم كانوا يقول يعني في خلال الثمان سنين ديت او السبع سنين تحديدا من استولى سياده الرئيس وفي رؤيه لتنميه سيناء وعايز تعمل سيناء لم تكن العين كان يعني كان قبل كده ما كانتش موجوده النظره لسينا بالشكل اللي احنا بنشوفه النهارده، بنشوف جهود تنمويه كبيره جدا في سينا، شفنا الانتهاج يعني الاعتماد على القطاع الزراعي في سينا اللي كانت اصلا مستبعده بالمره خالص، ده هو تم من خلال توفير مصادر مياه من خلال عبور الصحرات وعبور مياه النيل، واللي عارف الاستعمال الامثل لمياه الصرف معالجه ثلاثيا وضخها بعد خلطها بمياه النيل الى سيناء للاستفاده منها في المشروعات الزراعيه. نعم. من هنا تيجي نقطه الاعتماد على الكهرباء اللي هي طبعا هتستغل في انشاء الزراعات السيناويه وتستغل لتوفير الطاقه الكهربائيه لتغذيه المجتمعات العمرانيه التي تم انشائها في سيناء. سيناء في السبع سنين الماضية تم إنفاق عليها ما يقرب من 700 مليار جنيه اللي في شكل مشروعات وشكل بنية تحتية وشكل مشروعات طاقة ومحطات مياه ومحطات تحلية، كل هذه المشروعات تحتاج إلى كهرباء، فالنهاردة بنشهد لتوفير كافة مصادر الطاقة ليها، وهي احنا يمكن برضه في مشروع كبير شهدناه في الأسبوع الماضي في القمة اللي قام بها سيادة الرئيس مع دولة طبعا ده دكتور محمد يعني فحوى سؤال القادم، هو متعلق ب ما هو الهدف من الربط الكهربائي مع الدول المجاورة سواء كان السودان أو الدول التي تجمعنا بها استراتيجية أو شراكة استراتيجية مثل الأردن والعراق. هو احنا النهارده ما بنتكلمش على ربط كهربائي فقط، هو النهارده احنا في مشروع يمكن زي ما أطلق عليه الشام الجديد، هو النهارده عملية يعني الفكرة أو الحلم اللي كان بيصار من في القديم اللي هو حلم السوق العربية المشتركة، هي في لبنة جديدة وفي طريقها للتحقيق النهاردة من خلال التعاون العربي من مصر والأردن والعراق، في تكتل اقتصادي في بداية نموه، يعني احتمال احنا نشهد في الأيام القادمة مش ربط كهربائي فقط ويمكن ربط خطوط بترول وسكك حديد أيضا. بالظبط كده هتبقى مصر هي يعني البترول العراقي هتبقى الواجهه التصديريه بتاعته هتبقى من خلال مصر وعلى تكريرها في مصر عبورا بالاردن، بالعكس هيبقى الضخ الطاقه الكهربائيه
للعراق وعدد اعمارها هتبقى من خلال مصر مرورا بسيناء، فالتنميه هتبقى المصر التنميه بدايتها سيناء مرورا بالاردن وصولا الى اهلنا في العراق. فهي النهارده احنا دكتور محمد يعني السؤال اللي يعني يتبادر الى الاذهان دايما، احنا دايما بنكرر في كل مره بنقول استراتيجيه، ده معناته انه مفيش مشروع بيحصل يعني منه فجأة كده، لا في رؤية متكاملة وفي استراتيجيات تخصصية بتطلع من استراتيجية كاملة بتحكم الدولة، ودايما في مدايات معينة. يعني المشروع اللي احنا بنتكلم بتاع الخاص بالربط الكهربائي مع السودان او مع الاردن والعراق، ده في مدى معين له مدى قريب، مدى متوسط، ومدى بعيد، رؤية بعيدة لتحقيق اهداف ابعد من ذلك. صحيح. طبعا هو يعني احنا لو رجعنا قبل 2013 احنا طبعا الطاقه الكهربائيه كانت غير كافيه لمصر، كنا بنشهد انقطاع الطاقه على المواطنين في البيوت، وعلى طبعا كان بأثر بالسلب على مصانع الانتاج، لان طبعا كان توفير الطاقه ليها كان غير كافي. ويمكن شهدنا قبل 2013 خروج مستثمرين اجانب لعدم توفير الطاقه ليها. فالنهارده فكره ان انا ابقى المدى القريب والمتوسط او والبعيد، هو النهارده انا عندي مشروعات طاقه كتير قامت بها مصر، ويمكن في مشروعات في المدى المتوسط هيتم افتتاحها زي مشروع الدرع النووي. النهارده بلجا يعني مغذيات جديده للطاقه الكهربائيه. النهارده لجات لاستخدام مصادر جديده، مصادر خضراء. النهارده بقت مصر رائده في الطاقه الشمسيه ومزارع الرياح. الاعتماد النهارده الاستراتيجيه اللي بتتم النهارده فكره المناوره ما بين الاستخدام اللي انا في عندي في اوقات الذروه اللي انا بحتاج فيها في خلال النهار اللي ممكن تحتاجها مصر، بتبقى بتختلف عن الاوقات اللي بتحتاجها في الاردن او العراق او السودان. فهي هنا المناوره اللي بيقوم بيها صانع القرار في التحولات الكهربائيه، ان هو يعني وقت الامداد اللي بيمد بيه لهذه البلاد، بالاضافه ده دوت في المدى اللي هو المدى اليومي، لكن على المدى المتوسط او البعيد طبعا طبقا للانتاج الكهربائي اللي انا في حاله زياده، في ازدياد متتاليه مع توفير مصادر جديده. عظيم. سواء المصادر الطاقه الشمسيه او المصادر اللي هي النوويه اللي ان شاء الله بالظبط ده النهج اللي انتهجته الدوله في الفتره الماضيه بتنويع مصادر الطاقه، حتى لا نكون معتمدين على نوع معين فيحصل عجز فما يبقاش عندنا سد احتياجات للمواطنين. فاحنا طبعا الرؤيه مختلفه، وده يعني ما اعلنته مصر في انتاج ان شاء الله ما يكفي لسد حاجتها في الكهرباء زائد تنويع الطاقه ومصادرها المختلفه. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد جامعه السويس.